هذه صورة نادرة للشيخ ماجد بن خثيل العتيبي، أحد رموز إخوان من طاع الله، المقاتل البدوي الذي كان خصماً يوماً ما للملك عبد العزيز في معركة سبلة الشهيرة، المعركة التي أصيب فيها لتنقذه الأقدار من موت محتوم ليتحول لمقرب من مؤسس الدولة السعودية الثالثة. تتذكر ابنته هند تلك الرصاصة التي تتحسسها في طفولتها. هزموا أمام الملك عبد العزيز الله يرحمه، وانكسر الوالد في رجله اليمين، ويبدو صوبت خيله وطاح من عليها، فطاحت عليه وأثر الرصاصة دخلت في رجله، وكنت أحسها يعني كنت ألمسها في ساقه اليمين وأقول له وش دي، فيروي لي بعض القصص اللي أذكرها. فأتى أحد الفرسان، كان أنا ذاك الشيخ قبيلة حرب الشيخ جلال الفرم، واعتقد أن ماجد بن خثيلة مات، فحرك فرسه، يوم حركها له حاطم بندقة فانحره، فقال مني حرب مصطلح عسكري لتلك الفترة من الزمن، وهو ليس بالأسير، ولكن إني اشتريت حياتي بحياتك. صارت العملية متوازنة، فأخذ إلى المخيم، وعندما اجتمع يبدو من عادات القبائل آنذاك بعد يوم من المعركة الحاسمة، يجتمع الملك عبد العزيز والقبائل اللي معه، وقالوا ابشر جبنا ابن خثيلة مكسور، قال اذبحوه، خصوصا انه من اهم رموز الاخوان، لانه كان متفاوض معه البارح صبح الصبح مخلفين. عاد التفاصيل ذي بتركها للزملاء والاخوان اهل التاريخ يمكن يضيفون لهذا الموقف، مع اني اعرف احداثه الرئيسه، لكن كما فهمت على راس اظن ابن غشيان حسن، طق في ذن الشيخ بن فضلية أيضا من كبار شيوخ حرب، طق في ذن ابن الفرم مو بحقنا على عبد العزيز يذبح منيعنا. يبدو إنها من ضمن الأعراف القواعد العسكرية أن لا يقتل منيع الحرب، مريع حرب قبيلة حرب وليس الحرب الوور. ف التفت الفرب على الملك عبد العزيز وقالها مو بحقنا منك يا عبد العزيز، انت بس لاحظ عدم استخدام الالفاظ والالقاب، معركه وحاسمه. فقال الملك عبد العزيز منيعكم لكم يا حرب. من اللي يسمع؟ ابن غشيان على راسه، فصرخ بعد ما قال اذبحوه على كلام الوالد الله يرحمه، يقول أسمع هبد رجلينهم داخلين خيمتي ويسنون سيوفهم، يمكن يسحب السيف من الغمد، لتنفيذ القرار الأول من الملك عبد العزيز اذبحوه. فاللي حصل صرخ انت يا ابن غشيان وقفوا، يقول أسمع حس بعيد يقول وقفوا، ففعلاً وقفوا، فيما بعد فهم أنه هذا اللي جرى، هذا اللي حصل. ثاني يوم أتت سيدتين من الزلفي، واحدة اسمها لولوة ومزنة البطي إذا ما نبغى غلطانة في مزنة، وجبروا كسرة، لكن ما شالوا الرصاصة، بقيت الرصاصة في رجله اليمين، وكنت أمسكها يعني ألعب فيها.